سريعا كده وانا شغال هستاذن طبعا فريق العمل مقادير المكرونه بالسبانخ اللي هتتعمل في حله واحده كده سريعا، مش تاخد مني 5 دقايق بعون الله. مكرونه بالسبانخ مقاديرها على الشاشه. مكرونه سبانخ طازه ورقيه من خير ارضنا زي الفل، ومعانا شويه كريمه لباني، ومعانا جبن موزاريلا، ومعانا شويه بصل وشويه ثوم، بهاراتنا ملح وفلفل وزعتر. ادي السبانخ معانا وادي المكرونه والمقادير على الشاشه، تقدر تصورها بالتليفون على السريع. حلو قوي. بس خلوني اعمل حاجه حلوه كده وانا شغال. اللهم صل على النبي. احط المكرونه تتسلق في شويه ميه هنا وانا بحطها اهو اهو. يلا هو ده. بس واسيبها تتسلق شويه كده علشان اكون جهزت لها السبانخ. عام سعاده وعام هنا وخير ان شاء الله باذن الله تعالى. 2022 تفاؤل ان شاء الله باذن الله تعالى، واللي جاي احسن باذن الله. كفته هي زي الفل. حاضر يا غالي، عايز اجاوب على سؤال بياض البيض لاول مره نشوفه في كفته مشويه. وجود بياض البيض مخفوقا جيدا مع البرغل وصدور الفراخ بيساعد على الهشاشه بتاعه الكفته ويخليها اسفنجيه ويخليها هشه ومش مكتومه. انا هحط الكفته دي واجري اروح على الفرن علشان اطلع الكب كيك، تكون المكرونه بتاعتي فكت. ده المطبخ، تقفي كده تظبطي الدنيا معاكي علشان ايه اللي يطلع معاكي وايه اللي تحطيه على النار وايه اللي تحضريه وايه اللي تجهزيه. المبتدئين في المطبخ، اللي عايزين يخشوا المطبخ، اللي عايزين يبقوا زي الشيف المغازي من البنات الحلوه. طبعا انت لما تحب المطبخ هتبقى احسن مني مليون مره، لانك يعني انت بتعملي لاولادك ولاسرتك، دي اهم حاجه. زي الفل. دي لها مكان، لها مكان بينا، لها مكان بينا ان شاء الله. اهو زي الفل. حط لهم شويه زيت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا شغالين كده واحده واحده يا عم الشيف. تحميره شويه زيت. حلو قوي. حاضر. طلع اللي في الفرن اهو ونسيبها تستوي. اخبار المكرونه، المكرونه بتاخد غلوه. اللهم صل على النبي. احمر فص ثوم مع بصلايه ناعمه. فص ثوم يا شيف مع بصلايه ناعمه اهو كده، وثومه صغيره. معايا كريمه لباني، معايا جبنه موزاريلا. اشيل الثوم والبصل هنا مش عايزه. زي الفل. معايا سبانخ طازه. اخبار المكرونه فكت زي الفل اهي. انا عايزه تحل شويه بس، ولكن كلها تستوي مع بعضيها. زي الفل يا عم الشيف. شويه زعتر محترمين. معايا روزماري هنا ومعايا زعتر بري. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ دايما الاعشاب دي تخليها في مطبخك. ده زعتر، ده روزماري معلش اهو ينزل هنا كده. ومعايا زعتر بري اهو زي الفل. نحط عودين 3 كده. دايما البسطه بتحب الزعتر، بتحب الروزماري والحاجات دي كلها. نروق كده البوتاجاز بتاعنا اول باول. السبانخ دي هتتفرم يا شيف؟ لا، زي ما هي. انا من الناس اللي بيحبوا دايما السبانخ تكون سليمه عشان شخصيتها تبان في الطبق. فاكرين طبعا حضراتكم لما عملت مره اللازانيا بالسبانخ. السبانخ دي كده. ايه الكميه دي كلها يا شيف؟ دي خلي بالك بعد ما تشم النار دلوقتي مش هتبان. زي الفل يا عم الشيف. هتعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي انا هعمله هغطيها. لازم تتغطى دي زي ما هي كده. يلا وبعد شويه نفتح عليها. اخبار السبانخ؟ نضرب فيها المعلقه. اهي دابت خلاص. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ عايزه تعملها بالطماطم حط لها طماطم حسب ما انت حابه.
حط صوص طماطم مفيش مشكلة، أو عصير طماطم أو طماطم مبشورة زي ما أنت حابب، ولكن أنا عاملها بالوايت صوص اللي هي الكريمة اللباني والمرقة بتاعة المكرونة. دابت السبانخ يا عم الشيف، أهي أدي المكرونة بتاعتي زي الفل، اتسلقت تقريبا نص سوا، أخدها زي ما هي كده زي ما هي، أهي 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 على فين يا عم الشيف أهي، اللهم صل على النبي. تنزل على السبانخ، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، اه 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 بس خلاص آه. ونقلب آه. ايه البساطه دي يا عم، مش انا فاكره الاكله دي سهل صعبه، لا 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 آه آه. وناخد شويه شوربه من الميه بتاعه المكرونه بس، ونرفع دي من هنا خالص مش عايزها، اللهم صل على النبي، ونغطي المكرونه بتاعتنا بالسبانخ. مش هنحط الكريمه دلوقتي اه خالص، الكريمه دي تتحط واحنا بنرفع الحله من على النار او الطاسه من على النار. ايه البهارات اللي حطيتها يا عم الشيف حالا دلوقتي؟ ملح وفلفل، واحنا حاطين زعتر وروزماري مسبقا، مش هنحط اي بهارات تانية خالص اه. ادي البهارات بتاعتنا، شويه الملح الحلوين، خلي بالك لو حاطه ملح في سلق المكرونه تعملي كنترول، ونقلب اه. ثم المكرونه تستوي مع السبانخ اه. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ونقفل الحله دي كده، نشيل ده من هنا. طبق سهل جدا، ولكن لما نيجي نبحث جواه بنلاقي فيه جبنه اللي هي منتجات البان، جبنه موزاريلا هتضاف له. ممكن نحط على فكره حاجه لطيفه قوي الطماطم الشيري ديت، انا بحبها دايما اهو بالشكل ده كده، تبقى حلوه كمان اه، تبقى لطيفه زي الفل. ما عندكيش طماطم شيري مفيش مشكله، الاكل هتطلع فل اهي. طبق لونه اتغير، شكله اختلف تماما، بقى لوحه فنيه اه. وخلصت المكرونه بالسبانخ يا عم الشيخ، ننزل بالكريمه اللباني، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اه طبق مكرونه سهل جدا اه. جبنه الموزاريلا هننزل بيها دلوقتي اه زي الفل آه. حلو قوي، عايزين جبنه موزاريلا ماشي، جبنه بارميزان ماشي اه، ممكن نحط الموزاريلا اهي. طبق فيه كل العناصر الغذائيه، بتدوري على الحديد موجود، بروتين حيواني موجود، نشويات وكربوهيدرات موجود، معادن موجودة اهو، فليفر وزعتر وروزماري موجود اهو اهو. نشيل ده من هنا، ونغرف طبق المكرونة بتاعنا الجميل الحلو ده كده، اللهم صل على النبي اهو. مكانه فين يا عم الشيف؟ مكانه هنا اهو. وسع للمكرونة، وصلت، اللهم صل على النبي. الكب كيك طبعا مكانه هنا حلو أوه. الله، دي سايحة الجبنة اه، أنا بحب الجبنة تكون سايحة جوه المكرونة آه. اللهم صل على النبي آه. يلا 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 يلا.